والله أنا وأبوها حابين إنها تدرس هندسة. هندسة؟ أنا ما بدي أدرس هندسة. هاي العدة خصوصي اشترتها للهندسة. شايفة أبراج وعمارات عمان؟ هي كلهم رح تعملهم، حتى أبراج كمان هي رح تكملهم. بكفي يختارولي شو أدرس. أنا حابة أدرس أنيميشن، بدي أرسم شخصيات 3D وأحركهم. دراسة الأنيميشن ممتعة وفيها فن. سجل الآن بتخصص الرسوم المتحركة في SAE قسم وسائل الإعلام الإبداعية في كلية لومينوس، أو سجل بأحد التخصصات التالية. حمستيني أروح أشوف البنت. وين العمارات والأبراج؟ مو شايفيتهم؟ دول السكان.